طيب السؤال الثاني، ما حكم استعمال العطور وملطفات الجو والتي تحتوي على كحول وحكم إدخالها إلى المسجد وتطيب سجاده بها؟ طيب استخدام بعض العطورات والروائح في داخل المسجد إذا كان فيها شيء من الكحول؟ الأصل في العطورات والطيب الإباحة والحمد لله، الحمد لله، إلا إذا ثبت أن هذا الطيب فيه كحول، فيه نسبة من الكحول، يعني فيه خمر، فهذا لا يجوز استعماله، لأن الله جل وعلا حرم الخمر وأمر باجتنابها، فاجتنبوه، والتطيب به يخالف الأمر باجتنابه والابتعاد عنه، هذا إذا ثبت أن فيه كحولا. أما مجرد الشائعات فإنها لا تحرم الحلال. نعم.